نفك هذا نفرغه بعدها نتموا الأعضاء الأخرى. هاي شكون عنده سؤال؟ هي أحد الشروحات التي يقدمها الأستاذ للمتربصين، وشمس الدين واحد منهم الذي قاده شغفه بالسيارات للالتحاق بتخصص الميكاترونيك بالمعهد المتخصص للتكوين بشرشال، تربص نظري وتطبيقي لشاب طموحه فتح ورشة مستقبلية. لا نحب الميكانيك وشاركنا في ستاج هذا وشفنا وحوسنا عليه مليح والحمد لله يا ربي وفقنا في الكونكور هذا، ورانا مع الأستاذ تاعنا جيني ميكانيك في التخصص تاعو. والحاجة اللي عجبتنا في ستاج هذا أنه فيه البراتيك هنا في الانستيتو. أنا كي جيت من مجلس بسكرة لقيت الظروف ملائمة، لقيت مثلا الإقامة، العتاد، الإمكانيات باش نتعلم المعرفة ليس بالعمل النظري فقط. أولا العمل النظري يكون عملية تدريجية، لكن العمل التطبيقي يتم عبر مراحل كي يكتسب الخبرة في المجال هذا. إكرام ومريم جمعتهما الصداقة وتخصص الفعالية الطاقوية والآلية الصناعية، اختيار جاء لتعلم الخبرة التقنية للطاقات المتجددة وتطبيقاتها. المتربص يتمكن من 5 مجالات اللي هي الكهرباء الصناعية في البداية، عندنا الإلكترونيك الصناعية، وعندنا الآلية الصناعية اللي هي التحكم الآلي، في الأخير عندنا الطاقات المتجددة. حاليا عندنا 3 أنواع على مستوى المعهد اللي هي الطاقة الشمسية والطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية. سمعنا بلي كاين معهد فتح جديد ومختص في هذا السبيسياليتي وفيها عتاد الحصية عندنا على البخاتيك، جينا وسجلنا فيه وجوزنا كونكور والحمد لله كان الحظ تاعنا ان ربحنا فيه. كيف استفسرت عليه وحوست عليه لقيت بلي فيه هذا لي ماشين هذو، ومن هذا لي ماشين هذو هما الميول تاعي هما الفضول تاعي. وضمانا لتكوين مهني يتوافق مع سوق الشغل المحلية، شراكة تعاون مع مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة لتوفير تربصات تطبيقية لصالح المتربصين.